بكم، وشكرا على المبادرة هذه اللي في إطار الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد النرويجي لكرة القدم والجامعة التونسية لكرة القدم، دونك اللي تسعى أترافير الاتفاقية دي بنشر ثقافة كرة القدم النسائية في الجهات. تونسية لكرة القدم مع الجامعة معناتها النرويجية، هذه مع التظاهرة قاعدين يعملوا في تطوير الرياضة، خاصة رياضة كرة القدم، خاصة بالنسبة لكرة القدم إشعاعها، يعطيوا فيها في إشعاع كبير برشا، خاصة في شمال أفريقيا، يكومبري مثال تونس، على أساس تعملت المرة الأخرى في جهة المستير، وتعملت في جهة الحمامات، وتعملت وتوقعت تعمل في بعض الولايات، يكومبري بالنسبة لقروان، فيو اللي هي جاية في الوسط، معناتها ديجا مع المؤسسات التربوية، وخاصة مع المدارس الابتدائية، على أساس اللي معناتها معدل الأعمار يكون بين 10 و 12 سنة. الحق معناتها حاولنا باش نمسوا المدارس الكل موجودة في جهة القروان. بالنسبة للعدد يكون أكثر من 100، تو تبارك الله توصل المصلي على النبي اللي جاوجونا معناتها 120، وعندنا جمعية نسائية لكرة القدم اللي موجودة معناتها في سيدي عمر، معناتها ديجا مع هذيك جمعية سيفيل وفيها، وعندنا مراكز النهوض، معناتها قلنا باش نمسوا الشرايح الكل الموجودة والمدارس الكل، أغلب المدارس الموجودة هنا في القيروان. بادرة طيبة معناها قامت بها المندوبية الجهوية والشباب والرياضة بالقيروان بمساعدة وبالتعاون مع الجامعة النرويجية لكرة القدم والجامعة التونسية لكرة القدم. تعرف أنت توا معناها حتى في العالم الرياضة النسائية ولات معناها عندها قيمة كبيرة ودورات على مستوى عالمي، هذا كيف ما خلى أنه الجامعة التونسية كرة القدم والمشرفين على رياضة كرة القدم النسائية يعطوا ويولوا اهتمام كبير للرياضة النسائية. تعرف أنت في المستقبل حتى الجمعيات الرجالية ما عادش تنجم تشارك في بطولات كبيرة مثل الشامبيونز ليج وغيرها الأفريقية إلا ما تكون عندها معناها جمعية نسائية. اليوم أخذنا شرف انطلاق فعالية المهرجان الجهوي لتطوير كرة القدم النسائية اللي يعطيهم الساحة الجامعة التونسية، أعطتنا شرف تنظيم هذا المهرجان على غرار 4 ولايات بالجمهورية التونسية اللي هما تونس وزغوان وتوزر، وإحنا الولاية الرابعة اللي إن شاء الله نحظى بشرف تنظيم المهرجان الوطني لكرة القدم النسائية تحت إشراف الجامعة التونسية لكرة القدم والاتحاد النرويجي لكرة القدم. يعطيهم الساحة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة اللي وفرت لنا على المستوى اللوجستي التراب ماتريال، ما شاء الله دار الشباب المتنقلة اللي حاضرة معنا، شكرا لمديري المدارس اللي حاضرين اللي وفرونا البنيات، خدمنا بلان على 100 بنية ما شاء الله، الاستقطاب صار على مستوى إعلامي رائع، خذينا اليوم أكثر من 150 بنية والحمد لله الحمد لله، إنما أقصينا حتى بنية، الكل شاركوا الكل عملوا جو. نحن في الإطار هذا حبينا أنه كل جمعة كل أسبوع نعملوا هل سميناه مهرجان، لأنه مهرجان فيستيف أنه يلم الإطارات الجهوية ويلم الصغيرات يلم الأولياء كذلك، ونجيبوا بين 100 و 120 فتاة يكونوهم 24 مدرسة مربية تربية بدنية، والمربيات هذوما كذلك هما تلقاو التكوين هذا مع الجامعة النرويجية والجامعة التونسية سابقا، وفو نمشيو للإكزيكوسيون من النظري للتطبيقي على التيرا يشوفوا الصغيرات، كذلك تحضر الجامعة في إطار الانتقاء متاع لاعبات شبان شابات. انتم عندكم فريق حفوز هنا في القروين تبارك الله، هو ينافس في المراتب المتقدمة على البطولة وعلى الكاس وكذلك، فتمنياتنا بالتوفيق للجميع. والله هي في إطار اتفاقية مبرمة بين الاتحاد النرويجي والجامعة التونسية لكرة القدم في لتطوير كرة القدم النسائية بالجهات، دونك نحن رحبنا بالمبادرة متاع الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم، وعملنا هالجوني هذه اللي هي بتنسيق تام معهم، دونك بعد ما تم تكوين إطارات التربية البدنية في التكوين مع الفيديغاسيون
برمجنا هالتظاهرة هذية واللي استدعينا فيها عديد التلامذة اللي هما يقرأوا عند الأساتذة ذوما اللي تلقاو الدورة التدريبية. دونك لهنا الإطار منه كونه نستقطبوا أكثر ما يمكن من دي تالون فيمينا باش ندمجوهم في جمعية نسائية. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.